انحسار تأثير هذا المنخفض الجوي وطقس مستقر في معظم مناطق المملكة وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع عطلة نهاية الأسبوع والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن يبتعد هذا المنخفض عن أجواء المملكة مع يوم الجمعة، وتتأثر المملكة بمرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاعات على درجات الحرارة متتالية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وكما نشاهد هنا في التفاصيل من خرائط درجات الحرارة. مع يوم الجمعة تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا لتكون الأجواء تقريبا قريبة من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، إلى أن ترتفع يوم السبت أيضا لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، وتعود الأجواء اللطيفة والربيعية في معظم مناطق المملكة والأجواء مستقرة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. هذه الليلة الأجواء صافية في العاصمة عمان، درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية، وفي 3 أيام القادمة يوم الجمعة 16 نهارا إلى 12 درجة مئوية في ساعات الليل، ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع يوم السبت لتصل درجات الحرارة إلى 22 درجة مئوية و14 درجة في ساعات المساء. يوم الأحد كما نشاهد هنا ارتفاع آخر وإضافة على درجات الحرارة ولكن غير ملموس إلى 23 درجة مئوية، ولكن أجواء مشمسة مع يوم السبت، وليلا تصل إلى 15 درجة مئوية في العاصمة عمان. ومن عمان إلى باقي مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد 20 إلى 14 في المفرق، 19 إلى 12 درجة في جرش 20 إلى 14، وفي عجلون من 19 إلى 14 درجة مئوية وغيوم متفرقة. في عمان 16 إلى 12، في الزرقاء 20 إلى 14، في البلقاء من 18 إلى 13 درجة مئوية، في مأدبة من 17 إلى 12، وفي البحر الميت أجواء مشمسة نهارا 26 إلى 19 درجة مئوية في ساعات المساء. في الكرك 18 إلى 13، في الطفيلة 15 إلى 12، في معان 21 إلى 13، في جبال الشرى 15 نهارا إلى 11 درجة مئوية، وفي العقبة من 29 إلى 21 درجة في ساعات المساء. في الويشد 22 إلى 13، في الصفاوي 21 إلى 12، وأخيرا في الأزرق 22 إلى 13 درجة مئوية. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.